السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءه برج الحوت. برج الحوت، صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الحوت، الايام اللي جايه هيكون عندك تغيير، عندك فرحه. تاريخ الفيديو 13 ديسمبر، ده تاريخ الفيديو بتاعك. توقعات الايام اللي جايه كلها ان شاء الله باذن الله هنشوفها مع بعض. عايزك تنزل في الكومنتات وتكتب لي سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكمان يا برج الحوت، عايزاك لو انت بتعاني من قرين ولا من سحر ولا من تبيعه، اكتب تم يوصلك لينك قناتنا التانية اللي هيكون عليها العلاج باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله تعالى. هدي لي اعصابك خالص يا برج الحوت، وركز معايا كويس جدا في قراءتك وفي توقعاتك علشان عندك احداث مهمه مع بدايات كتير حلوه باذن الله. بسم الله ما شاء الله. خروج من الدوامه اللي انت فيها والحيره. مازال لحد الان قلبك بيوجعك، قلبك بيوجعك من ضغط نفسي، رغم ان انت عندك بداية جديدة او موضوع جديد هتبدأ فيه، تاخد اجراءات مختلفة، هتبدأ تقول كلمة مختلفة، هتبدأ تعمل حاجة مختلفة عكس ما كنت بتعملها في الاول. بس انت الايام دي في حيرة، في ضغط، في توتر، في ارهاق، في مشكلة تعباك جسديا ونفسيا. في كمان هنا طاقة، طاقة حب هتتوزع على حياتك بالكامل. انت عندك اخلاص لحياتك العاطفية، رغم ان انت مهموم وشايل حمل كبير واتظلمت من حبيب ومن اقارب، واتظلمت من ناس كتير، بس مازال ربك هينصرك على من عداك وهيبعد عنك كل الطاقات السلبية اللي محاطة بيك. في كمان هنا خروج من السجن، خروج من المحنة، خروج من الضيق، خروج من القال والكيل، خروج من النميمة اللي متوزعة على حياتك. اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص لحياتك. الأمور عندك هتتبدل وهتدخل عندك في طاقات مختلفة، وفي نفس الوقت خلي بالك من الحية اللي موجودة في حياتك اللي عمالة تزن. في كمان هنا مراقبة، في ناس بتراقبك. في ظلم وقع عليك، في ظلم وقع عليك من أشخاص كتيرة جدا في حياتك. في ناس بيغيروا منك وحاقدين عليك، ومن كتر ما هم بيغيروا وحاقدين عليك محسود، رغم ان انت خرجت ناس كتيرة من حياتك. عندك واحدة ست رفيعة وشعرها طويل، دايما الست دي بتأمر وتنهي، فياريت تخليلي بالك منها وما تدهاش اي حاجة تخص حياتك، واهتم بنفسك. بص، تكتيف، يعني انت في قهر في قلبك وظلم، وفي نفس الوقت متكتف مش قادر تعمل اي حاجة في حياتك. حفروا لك حفرة وكانوا شاطرين ان هم يوقعوك فيها، وانت علشان كنت طيب زيادة عن اللزوم ما اديتش اخوانا ولا اديت اخوانا لحد ان هو ممكن يأذيك. اهملت في نفسك الفترة دي، محتاج تغير من بعض الامور عندك. في واحدة دخلت حياتك، من بعد ما دخلت حياتك دمرتها، وكمان كسرت فرحتك او خطفت فرحتك من حياتك. في ارباح جاية لك في طريقك، ارباح وانتصار. المحنة والشدة اللي انت فيها دي فترة وهتعدي، يعني انفراجات، تغيرات جذرية. في فرحة في حياتك، الايام اللي جاية هتكون خير. عندك كمان انتصارة طالت انتظارها في حياتك. في هنا اخبار هتجيلك عن طريق سفر، في مولود جديد. التكتيفة اللي انت فيها دي هتطلع منها، عشان الشدة اللي انت فيها دي فترة وهتعدي، وحياتك هترجع تتظبط، حياتك هتتحسن ان شاء الله الايام اللي جاية. مش عايزك تشغل بالك بالطاقات السلبية اللي مسيطرة عليك، لا، فكر بإيجابية اكتر، فكر في حاجات مختلفة اكتر، علشان خاطر انت مطعون من اهل، من احب، حتى شريك الحياة اتخنت منه واتظلمت واتكسر بخاطرك اكتر من مرة. فما تقلقش، عشان عندك تغيرات جذرية وعندك معالجة لحياتك. انت بس عندك مشاكل نفسية بتمر بيها، فالايام اللي جاية هيكون في تحسن وفي تغيرات لحياتك ان شاء الله. بعض منك هيكون، يعني من بعض الاشخاص اللي هم بيحبوك، هتلاقيهم واقفين جنبك، وهتلاقيهم
في دعم من كل الامور، بس في تقصير. انت مقصر في حق نفسك او مقصر في حق ربنا اتجاهك، في تقصير. واخد موقف من ناس عزاز على قلبك، واخد موقف كده، واخد على خاطرك او الايام دي ما كنتش كده، كنت في الاول كنت الامور عادية، بس الايام دي شايل هم وشايل حمل كبير. في عندك حمل الايام اللي جاية، او استلام وثيقة قوية. في مشاكل عندك، مشاكل يعني اطفال تعبينك، اطفال مضايقينك، في لم شمل الايام اللي جايه رغم الحرب اللي انت فيه. عايز اقولك ان انت هيكون عندك انتصار على من عداك، وهتنجح في ورق، في دراسه، في شهاده، هتمسك طاقه ايجابيه وهتغير من نفسيتك. وخلي بالك عندك كذا بشره هيفرحوك الايام اللي جايه، طول ما ربنا معاك ربنا هينصرك. في هنا ندر، ندر ندرته ان انت يا ربنا يرجع لك حقك، ربنا ينصرك. فانت عليك ندر، والندر ده اوف بيه. خلي بالك انت عليك عيون كتير، عيون كتير، وقلبك طيب جدا. العيون دي صايباك بالحسد والنق، ومخليه حياتك فيها تراجع دايما. في فرحة، في فرحة عندك الأيام اللي جاية، خلال أسبوع، خلال كام يوم هتدخل في طاقة إيجابية، والطاقة دي هتكون يعني في أمور حلوة. في خطوبة عندك، في خطوبة عندك، أو في حد هيتخطب عندك في أرض بيتك. في فرحة إن شاء الله، وفي تعاملات بشكل مختلف مع أفضل، يعني بحالة أفضل، بس أنت شايل الحمل وشايل المسؤولية لوحدك ومفيش حد جنبك. بص في هنا سعادة حلوة هتعوم على حياتك، بس احذر لي من التعبان، التعبان اللي هو دايما بيتكلم عليك. خلي بالك انت هنا التقصير ده هيخليك يكتشف لك سر في حياتك، بس في رؤية اشياء كتيرة جدا بتحصل معاك، كذا حلم بيتردد معاك، وانت خايف من كل احلامك عشان بتحس ان هي بتتحقق. ما تيأس ابدا، طول ما ربك معاك ربك هينصرك على من اعداك. المشروع اللي فشل اكتر من مرة ده الايام اللي جاية هيكون فيه تغيرات، فما تقلقش ولا تزعل، عشان هتكون فيه فرح وهتكون فيه امور حلوة، وهتطلع من الغم والهم اللي انت شايله. عندك هنا تكتف في حياتك بالكامل لدرجة ان هو قلب لك بعض المشاكل. بص الست اللي موجودة اصلا علشان تأذي فيك، الست اللي موجودة اصلا علشان خاطر تتكلم عليك، عندك هنا حرف الميم، وعندك حرف الخاء والحاء والواو، دول موجودين في حياتك. ممكن يكون هم دول الحروف اللي كسرينك، حروف اللي حاسدينك، حروف اللي اكلوا حقك، حروف الاشخاص اللي هم مش حابين لك الخير. خلي بالك انت هتكون ناوي الايام اللي جاية على طريق، والطريق ده هيتفتح قدامك، فياريت تحصد فيه خير، علشان انت مستني تغيرات ومستني فرحة، وما تمشيش ورا حد، ما تمشيش ورا حد علشان خاطر هم مش حابين لك الخير، وبيتكلموا عليك بطريقة سلبية، وانت طبعا مش عاجبك الكلام ده، مش عاجبك خالص، بس انت ناوي على حاجة هتعملها الايام اللي جاية، وحاليا انت ساكت سكت علشان خاطر لما انت هتفعل الحاجة اللي المفروض تعملها، صدقني هتلاقيهم كلهم سكتوا، هتلاقيهم كلهم بيقولوا لك احنا اسفين ظلمناك وجينا عليك. والقرار هنا هيكون قرارك انت، انت اللي هتقرر اذا كنت تكمل مع الناس دي او تغير من نفسك. فياريت تهدي اعصابك الايام اللي جاية، عشان التغيرات والفرحة اللي هتعوم على حياتك دي تكون انت فعلا تستحقها. لا بسم الله ما شاء الله. عايز اقول لك ان انت هنا عندك شغل جديد او حياة مختلفة عن الاول اللي انت مريت بيها. الايام اللي جاية دي هتكون عندك تقدم، هيكون عندك ملاحظات، ترقية في شغل، عندك خير، عندك رزق، في كذا حاجة هتحصل لك الايام اللي جاية باذن الله هتفرحك، علشان عندك حظ لبعض الامور اللي عندك في حياتك. طيب انت هنا في رسالة، والرسالة دي هتجيلك من اشخاص موجودين في حياتك. ومن بعد الرسالة دي عايز اقولك ان انت هتحصد كذا موضوع، وهتوازن كذا حاجة موجودة في حياتك، وهتاخد موضوع جديد او حياة جديدة بشكل مختلف. طيب عندك هنا حاجة معينة هتعملها،
من بعد ما هتعمل الحاجة المعينة دي هتدخل في راحة او هتدخل في امور حلوة، بس بلاش العصبية والضغط النفسي. انت حاسس ان الحياة صعبة، كلها منافقين وخدعين، كلهم ناس مش كويسة، حتى الشريك والاهل، كل الاشخاص اللي كانوا في حياتك قلبك وجعك منهم. انت هنا بتحاول تطلع نفسك من ناس كتيرة جدا، بتحاول تخرج نفسك من الهم. خلي بالك عندك حد بيقول لك انا بطبط، يعني بتحس ان هو بيطبطب عليك ان هو حبيب لك الخير، بس الشخص ده فعلا مش كويس خالص، ودايما بيحاول يأذيك بكل الطرق، دايما بتلاقيه بيتكلم عليك، دايما بيكون ناوي ان هو يعمل لك المشاكل، دايما بيكون ناوي ان هو يأذيك بكل الطرق اللي موجودة على حياتك. فياريت ما تقلقش خالص، علشان خاطر الضغط اللي انت فيه كلها فترة، وهتدخل في الطاقات الإيجابية اللي انت مستنيها. بتعاني من المفاصل، بتعاني من علاقة تالتة، عرق النساء، في بعض المشاكل الجسدية اللي تعباك، وفي غيرة عندك، او في حد غير منك، حد بيأذيك وانت مش واخد بالك. فياريت تخليلي بالك من نفسك، علشان خاطر المشاكل اللي انت فيها مش ناقصها. برضو في اوجاع في ظهرك، هنا في اوجاع في ظهرك، انت حاسس ان الحياة بتمتحنك، حاسس ان الحياة فيها امتحانات كتيرة جدا موجودة في حياتك. بص 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 التحذيرات اللي لازم تاخد بالك منها. ناس بيتكلموا عليك، انت عايش مع شخص ومش عاجبك العيشة، او مش عاجبك المواضيع اللي انت فيها، بس ساكت وبتقول اكيد انا ليه رب كريم هيغير من حياتي وهيجبر بخاطري. في نفور وفراق بينك وما بين الشريك بدون اي سبب، رغم ان انتوا وانتوا بتحبوا بعض، ده سحر من حد معمول من المقربين لاهل الشريك اللي مش حبيبكم تكونوا متجمعين، او شخص بيحاول يأذيكم وانتوا مش يعني واخدين على خاطركم جدا الايام دي. فكل المطلوب منك ان انت تهدي اعصابك وتغير من نفسك، علشان خاطر الطاقات الايجابية اللي انت فيها. في كمان هنا موضوعين محيرينك وحيران فيهم، يعني انت عايز تاخد فيهم قرار بس حيران. في كمان هنا اخت او اختين او سلفة او بنت واحدة وبنتها، الله اعلم. في عندك اتنين مش كويسين ومش حابين لك الخير. طيب ايه الحاجة اللي انت بتفكر فيها دايما؟ في تفكير عندك رهيب، في تفكير في كذا موضوع مضايقك ومزعلك حتى من نفسك، يعني انت زعلان من نفسك جدا، زعلان من بعض العراقيل اللي عندك، طالب السماح، او في حد هيتكلم معاك الايام اللي جاية وهيطلب السماح منك، علشان خاطر يقولك سامحني، او يقولك انا اسف ظلمتك في كذا موضوع. ومن بعد ما هيطلب منك السماح، القرار هيكون قرارك انت اللي هتقرر اذا كنت تتكمل معاه، ولا انت اللي هتكون ناوي شوف تعمل ايه. عايز اقولك ان انت هتكتشف بعض المواضيع اللي عندك، هتكتشف بعض الخيانات، بعض الكلام، بعض الطاقات، هتكتشف حاجات كتيرة جدا في حياتك. في حاجة هنا شك، في موضوع شك، شاكك في الشريك، او شاكك في كذا حاجة عندك، في كذا موضوع. في هنا كمان كذا حاجة خانقاك ومزعلاك حتى من نفسك وواخد على خاطرك، والألم اللي ظاهر في جسمك ده سببه أصلا سحر، فياريت تخلي بالك من الأمور اللي عندك. في كمان هنا حزن، طقس حزن على فراق حد توفى، على حد مسجون عندك، على حد تعبان، حد مريض، حد تعبك نفسيا، ففي عندك هنا طاقة سلبية. انت دايما بتحس ان انت نحس، حاسس ان مفيش اكتمال في اي مواضيع، حاسس دايما عكسات مش سايباك في حالك. لا، ربنا هيجازيك خير وهيطلعك من المحنة اللي انت فيها، والشخص اللي مسجون عندك فربك هينصره. عندك هيكون اهتمام مع الشريك الايام اللي جاية، ويبقى فيه ثقة بينك وما بين حد، وزي ما قلت لك الشخص اللي مسجون ربك هيقف معاه باذن الله، وان شاء الله باذن الله ربنا يطلعه لك بالسلامه، بس خليك جنبه علشان هو محتاجك ومحتاج ان انت تكون جنبه. في كمان هنا ست كبيره في السن، الست دي عايزاك تخلي بالك منها، علشان عماله تنق عليك وعماله تتكلم عليك في كذا مواضيع خانقك ومزعلك. مفيش حكم عدالة دايما بيتحكم في حياتك، يعني دايما بتلاقي كده حد بيحكم بالظلم،
مفيش حكم عدالة أبدا، وده الحاجة اللي وجعاك. عندك ناس من الجيران، الناس دي حاطين عينها عليك وحاسدينك في أبسط الأمور، ما يعرفوش أنت بتتعب قد إيه. خلي بالك أنت تعبان من الشك والوسواس، الوسواس اللي موجود في حياتك ده أنت تعبان منه جدا. في كمان هنا حد طويل، حد طويل وجسمه عريض، وممكن تكون بشرته غامقة. الحد ده عمال جايب في سيرتك، فياريت تخلي بالك علشان هو ناوي يعمل لك مشكلة. الشخص ده ياريت تخلي بالك منه. بص هنا، الحاسدين والحاقدين اللي موجودين في حياتك، خايف جدا من الأيام اللي جاية. يعني أكتر حاجة خايف منها أمورك الأيام دي. لو أنت داخل في مشروع، داخل في حاجة، ياريت تدخل وأنت مطمن، علشان أنت في انتظارك التغيير، في انتظارك الراحة والسعادة. بقالك حوالي كام سنة نفسيتك ما فيهاش جديد، ما فيش جديد عندك. وكذا مرة تكشف بسبب وجع ظهرك، بسبب وجع عظمك اللي غير طبيعي، ودايما حاسس بالنغزات وبالمشاكل السلبية. ما تقلقش، انت الايام اللي جاية هتكون مفيدة لحياتك. شايفة كمان ان انت لسه ما خدتش نصيبك من ورث، ما خدتش نصيبك من حد، لسه حقك ما جالكش في الدنيا، ودي حاجة طبعا تعباك. بص الست اللي مركزة معاك قوي، يعني مركزة معاك، انت بتحلم بتعابين بتجري وراك، بتحلم بكوابيس، بتحلم بحاجات فيها تدل على السحر. يعني الحاجات اللي انت بتحلمها دايما بتدل على السحر، وبالفعل انت عندك سحر، ممكن يكون سحر اسود، سحر مبوظ لك حياتك، عامل لك وقف حال، عامل لك عراكيل في كذا موضوع. وانت اكتر حاجة عايز تعملها تغير المكان اللي انت فيها علشان تعب. ولو انت مستني اطفال، فعندك اطفال الايام اللي جايه، بقالك مده عمال تزور الطبيب ومستني خبر حمل تسمعه، فما تقلقش، انت الايام اللي جايه هيكون عندك اخبار حلوه هتعوضك عن اللي انت شفته في حياتك، وهتخرجك من الضغط النفسي والهموم اللي انت فيها. ولو عندك مشاكل مع الشريك، مش عايزاك تاخد قرار الانفصال، عايزاك تحسب المواضيع اكتر، ويا ريت ما تفكرليش بالطريقه اللي انت فيها دي. طيب في هنا طلوع حد من خنقة، يعني انت هنا مستني شغل، مستني حاجات جديدة تعملها، بس عندك رجوع وعندك حد هيطلع من المحنة اللي هو فيها. بص انت قاعد، ممكن تكون حاطط ايدك على خدك، قاعد بتعيط، قاعد كده وجوه قلبك بركان، البركان ده لو انفجر هيدمر اي حد موجود في حياتك، فيا ريت تخلي بالك من نفسك. بص هنا، في حد اللي هيطلب منك السماح، ده القرار هيكون قرارك انت، انت اللي هتقرر اذا كنت ترجع ولا لا، انت اللي هتقرر اذا كنت تكمل ولا لا. بص بص التعبان اللي بيحوم حواليك دايما، رغم ان انت بتحاول تبعد عنه، رغم ان انت دايما بتحاول تبعد عنه، بس برضو ما يعني بالك مشغول بحاجات كتيرة جدا. بص هنا، بص بص الاعداء اللي موجودين عندك، الاعداء كتار وهتكتشفهم، خلي بالك. عندك حد من برج الميزان، الحد ده يعني الحد ده بينك وما بينه كلام، بينك وما بينه يعني في حد عامل لكم اسحار، فيا ريت تخلوا بالكم كويس. في هنا كمان، لا انت عندك سحر بالتفريق وسحر بوقف الحال. في شجره، والشجره دي بتدل على الخير، بس بتدر ان في ناس ورا ظهرك بتتكلم عليك ومش سايباك في حالك. ما تقلقش، انت عندك فرحه وعندك تغيرات جذريه، وفي هنا كمان راحة، وهتدخل في أمور حلوة. ما تقلقش، انت حقك هتاخده، والطاقات الموجودة في حياتك دي واحدة واحدة هتستفاد منها، في حاجات حلوة كتير جدا هتحصل لك. بلاش القلق،
بلاش الحيرة اللي موجودة في حياتك. انت مشيت وطلعت من ارض بيتك او مستني تطلع من ارض بيتك، وفي حد عندك، خلي بالك من اخواتك او من حد موجود في حياتك، الحد ده مصدوم صدمة كبيرة ومحتاج ان انت تكون واقف معاه، محتاج ان انت تطبطب عليه علشان هو حاسس بخنقة وضيقة، وحاسس ان هو عايز يمشي من الدنيا كلها، مش عايز يقعد ولا عايز يتكلم. في كمان هنا دعاء استجاب لك وربنا هياخد لك حقك من كل الاشخاص اللي ظلموك. التعبين ممكن يكونوا اخواتك، ممكن يكونوا قرايبك، ممكن يكونوا من الاحبه اللي انت بتحبهم، فياريت تخلي لي بالك. وانت كشفت كتير، كشفت كتير على ظهرك، كشفت كتير على وجع جسمك وما لقيتش اي نتيجه او اي فايده، كلها فتره، والايام اللي جايه هتتظبط الامور، الايام اللي عندك هتتحسن، هتدخل في طاقات ايجابيه. انت بقالك مده عمال تسعى، بس اعلنت الحرب مع ناس كتيره جدا، يعني انت اعلنت الحرب، بعدت ناس عنك، قلت خلاص استوب. عندك فرح وغنى ورقص، عندك فرحه فيها غنى وفيها رقص الايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله. بس ما تشيلش هم حاجه، لو انت في غربه ربنا هيجمعك بمن تحب. حاول ان انت تهدي اعصابك، انت عايز تشوف نصيبك فين، عايز تعتزل عن ناس كتيرة جدا وتقول لهم اطلعوا من حياتي ظلمتوني. فما تقلقش، انت على طول بس متربط، ودي المشكلة اللي تعباك. ربنا هينجيك من الامور اللي مخنقاك. في كمان هنا عملية عايز تعملها، او في حد عندك عايز يعمل عملية، العملية دي ان شاء الله بإذن الله هتنجح وهتغير من بعض الاجزاء اللي موجودين في حياتك. وما تقلقش، اللي سابك من غير سبب هيرجع لك، هيرجع لك، هيرجع لك 100%، وساعتها القرار هيكون قرارك. حلم التعابين اللي بيتردد بيتكرر معاك ده بيدل ان في اعداء من ارض بيتك، او اعداء بيجروا وراك على حسب الحلم. يعني لو انت بتحلم باعداء في بيتك، بتعابين في بيتك بيجروا وراك، يبقى دول الاعداء من بيتك. لو في الشارع او خارج البيت، فالتعابين دي تبقى من الجيران، تبقى برضو من ناس مقربه ليك. فياريت تخلي لي بالك من نفسك، وما تضغطش على نفسك علشان خاطر انت مش ناقص، اللي انت فيك مكفيك، ما عدتش محتاج ضغط من حد، ما عدتش محتاج تسمع كلام حد. خد قراراتك تكون صح، فكر كويس جدا، ما تضيش على نفسك زيادة عن اللزوم، علشان انت مش ناقص زعل ولا ناقص كلام ممكن يحصل لك ولا يضايقك او يخنقك. انت الطاقات السلبية تعباك ومؤثرة عليك جدا، رغم ان انت دايما متألق وواثق من كل خطواتك اللي انت بتخطيها، بس دايما في صداع مستمر ونغزات بتجيلك كده على شكل مختلف، ودي طبعا حاجة تعباك وحاجة عاملة لك بعض العراقيل اللي مخنقاك في حياتك. فاما انت هتهدي اعصابك الايام اللي جاية هتحصل على خير، وان شاء الله باذن الله في توقعات حلوة واحداث جميلة. استنى مني او اكتب تم علشان يوصلك لينك قناتنا التانية اللي عليها علاج السحر والقرين والتابعة. تحياتي ليك.